بعد أشهر من الجفاف جاء الغيث والفرج بتهاطل أمطار الخير على عدة ولايات، وعادت الحياة للوديان والمجاري المائية، وارتفعت كميات الماء المخزنة عبر 75 سداً موزعاً بمختلف مناطق الوطن. كاميرا النهار قامت بجولة قادتها إلى بعض سدود شرق البلاد، فكانت البداية من سد بوهارون بولاية ميلا الذي كاد يمتلئ عن آخره. نسبة امتلاء سد بن عارون فقد بلغت النسبة 87%، أي بحجم مائي يقدر ب 770 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية من أجل تموين 5 الولايات المعنية بالمياه الصالحة للشرب والسقي وكذلك الصناعة. أما هذه الصورة فمن سد زيت العنبة بولاية سكيكدا. الحمد لله تتساقط فيها الأمطار من الجهة الغربية خاصة، كذلك حتى من الجهة الشرقية كاينة من جهة زيت العنبة ممتلئ، يفوت زيت العنبة راه يفوت 85%. وهذه المشاهد رصدناها من سد تغريست بولاية خنشلة. سجلنا على مستوى سد تغريس ببلدية يابوس ولاية خنشرة نسبة امتلاء مقدرة ب 82%، حيث سعة السد مقدرة ب 5.7 مليون متر مكعب، كما أن السد مخصص للتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأربع بلديات. وختام جولتنا من سد طابلوط بولاية جيجل. السعة 294 مليون متر مكعب، وهو حاليا يمتلئ حوالي 270 مليون، أي ما يعادل 92%. كل هذه السدود تمول مدينة جيجل وتدعم بعض السدود الأخرى. كما يقال بعد الشدة يأتي الفرج، فبعد أشهر الجفاف ها هي أمطار الخير تعيد الروح للسدود التي جفت في عدة مناطق، وهو ما يبعث الأمل في نفوس الفلاحين والمواطنين.